السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الثاني من محاضرة البروتوزوال انفكشنز. كنا توقفنا في المحاضرة الماضية، خلصنا الانتستينال بروتوزوال، حكينا راح نكمل بقية أنواعهم في هذا الجزء. إن شاء الله أنه هذا الجزء بيطلع أقصر من اللي قبليه. راح نبدأ بالحديث عن اليوروجينيتال بروتوزوا. فيش عندنا غير نوع واحد منهم، عبارة عن فلاجيليت، يعني عنده فلاجيلا اسمه تريكوموناس فاجينالس. تريكوموناس فاجينالس فيش كتير عن حكي عنه، من اسمه تريكوموناس بتوقع انه راح يسبب ديزيز اسمه تريكومونياسز اوكي، وفاجينالس انه هو بيسبب انفكشن في الفاجينا مينلي اوكي، فهو بيسبب فاجينايتس. فالديزيز اللي بيسببه اذن هو تريكومونياسز فاجينايتس اوكي. هذا الديزيز بكون في الاناث بيعمل التهاب في الفاجينا، وبيعمل التهاب في الفولفا كمان، جزء من المناطق التناسليه، فبيعمل فولفو فاجينايتس اوكي ان فيميلز، بيعمل فولفو فاجينايتس ان فيميلز، بصير عندهم افرازات بتكون صفراء وفيشي وفروثي، فروثي وفيشي، يعني لهم ريحه مميزه بتكون تمام، ولونهم يلو بالنسبه للفيميلز اوكي. بالنسبه للفيميلز طبعا هو انفكشوس، يعني اذا اصيبت فيه الانثى راح ينصاب فيه البارتنر، واذا اصيب فيه الذكر برضه بنصاب فيه الانثى الزوج او الزوجه يعني. بس الفكره في الموضوع انه عند الذكور هو اسيمتوماتيك، هو غالبا اسيمتوماتيك اوكي، غالبا عند الذكور ما بيظهر عليهم اعراض، عشان هيك عاده اذا واحد انصاب فيه بنفحص البارتنر على طول تمام. اذا مثلا رجل انصاب فيه بنفحص زوجته، او اذا الانثى انصابت فيه بنفحص الذكر اوكي، لانه هو بينتقل سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، هو عباره عن سيكشوالي ترانسميتد ديزيز اوكي. ممكن في بعض الاحيان في الرجال يسبب شيء بنسميه يوريثرايتس، ويسبب شيء بنسميه بروستايتس. يوريثرايتس يعني التهاب في مجرى البول، التهاب في مجرى البول، وبروستايتس يعني التهاب في غده البروستات تمام، في غده البروستات. So to summarize, Trichomonas vaginalis يسبب disease اسمه Trichomoniasis vaginitis تمام، هو infection mainly بيكون في الفاجينا، بيعمل vaginitis, vulvovaginitis، وبيطلع عندنا yellow وفروثي وفيشي discharge اوكي. بالنسبة للذكور عادة بيكون asymptomatic، بس ممكن يسبب urethritis وprostitis in rare cases. إذا بدنا نيجي نشوف شكله، هذا شكل التروفوزويت تبعه، مش حاطين شكل إذا بتلاحظوا السيست، لانه يعني ما في عندنا سيست، نو سيست اوكي، ما في عندنا سيست لهذا الباراسايت، بس عندنا تروفوزويد. التروفوزويد شكله اذا بتلاحظوا في انحناء زي هيك، فهو بيرد شيب اوكي، واذا بتلاحظوا عنده فلاجيلا تمام، كونه فلاجيليت. كانوا يفكروا اول شيء انه عنده ثلاث فلاجيلا، كانوا يفكروا انه عنده ثلاث فلاجيلا، عشان هيك سموه تريكومونس تراي، يعني ثلاثي تمام. لا يتبين لاحقا انه عنده خمسه فلاجيلا، اربعه اللي فوق هذولا، والخامس اللي مشكل هذا الانديوليتنج ممبرين تمام، الانديوليتنج ممبرين. فهو عنده اربعه فلاجيلا فوق، والفلاجيلا الخامس اللي مشكل هذا الانديوليتنج ممبرين اوكي. وفي عندنا اذا بتلاحظوا زي هيك اكسس نازل لتحت، بنسميه اكسوستايل اوكي. سو اتس شيب، اول شيء عندنا تروفوزويد ما عندنا سيست، بيرد شيب، عندنا أربعة فلاجيلا وفلاجيلا خامس بشكل undulating membrane، وعندنا اكسوستايل اوكي. كيف بنعالج المصاب في هذا التريكوموناس فاجينايتس؟ زي الفاجينالس، زي اللي قبله من الباراسايتس، نعطيه مترونيدازول. اذا شكيت باي دواء اجمالا، حتشوفوا انه اغلب الادويه باستثناء الملاريا طبعا، اغلب الادويه بنستعملها مترونيدازول، او اغلب عفوا الباراسيتيك ديزيزز البروتوزوا بستعملهم مترونيدازول اوكي. ليتس ريد على السريع، تريكوموناس فاجينالس هو بسبب مرض اسمه تريكومونياسيس فاجينايتس اوكي. هذا الباراسايت عنده بس تروفوزويد، ما في عنده سيست، تشوفوا شكله. كانوا يفكروا اول شيء انه عنده 3 انتيريور فلاجيلا، عشان هيك تسمى بتريكوموناس، بس اكتشفوا لاحقا انه عنده 4 انتيريور فلاجيلا، 1 فلاجيلا متشكل هذا الانديوليتنج ممبرين اوكي. في عنده سبورتيف اكسس سميناه اكسوستايل، هذا الاكسس اللي نازل زي هيك هذا سميناه اكسوستايل، اتس ابير شيب اوكي. وكوزز فاجينايتس، بسبب فاجينايتس وفلفو فاجينايتس ان فيميلز. اتفقنا انه في الميلز بيكون عاده اسيمتوماتيك، بس ريرلي كان كوز سم سيمتومز اوكي. وان فيميل هاز ا ديزيز يو شود ايميديتلي تشيك ذا بارتنر، عشان مثلا رجل تزوج باخرى او كذا ممكن ينقل الديزيز لغيره، فاحنا بنحاول نحدد الناس المصابين حتى لو هم اسيمتوماتيك نعطيهم تريتمنت عشان ما ينقلوه لغيره.
اوكي سيمبتومز بالنسبه للاناث يولو فروثي في شيء ديسشارج سميلي ديسشارج اوكي طبعا نو سيمبتومز ميلز بالغالب وتريتمنت از مترونيدازول اوكي هيك بنكون خلصنا اليورو جينيتال بروتوزوا ننط على البلات بروتوزوا اللي راح تاخذ اكثر الحديث يعني في هذا الفيديو راح نتكلم عن الفلاجيليتس نبدا بالتريبونوزوما تمام التريبونوزوما منها نوعين تريبونوزوما كروزي وتريبانوزوما بروسي تمام كروزي وبروسي راح تشوفوا انه البروسي هي اللي بتسبب داء النعاس اللي بتسبب داء النعاس اللي بينتقل عن طريق ذبابة سي تي سي بيجي واحد نايم كتير احنا يعني بننهف بصير نحكي قرصة ذبابة سي تي سي وفعليا مرض لانه مش هذا يعني بيكون واحد ماشي وفجأة بينام زي هيك وعادة هدول بصير النوم عندهم بيكون كتير بسبب انه صار عندهم انسفلايتس التهاب في النسيج الدماغي تمام يصيروا يناموا نوبات يعني النوم تبعهم مش منتظم وبالاخير بوصل لمرحله انهم بيدخلوا بغيبوبه بفيقوش تمام هذا بالنسبه لبروسي وبالنسبه لكروزي هذا بسبب انفكشن في عاده الولايات المتحده بنسميه تشوغاس ديزيز بنسميه تشوغاس ديزيز في له عده اعراض اشهرها انه بصير في ارتخاء في الجفن بصير واحد بوحده من عينتينه مش قادر يفتح الجفن تبع عينه ضعيف الجفن تمام في عنا الليشمانيا رح نحكي عنه بعد شوي كمان وعنا أكثر وأهم باراسايت في الكوكب كله اللي هو الملاريا أوكي برضو رح نحكي عنه بعدين بننط على التيشو بروتوزوا مش رح نحكي غير عن التوكسوبلازما رح نحكي عنهم سطر نبدأ بتريبانوزوما تريبانوزوما اتفقنا إنه في عنا تريبانوزوما إبروسي تمام تريبانوزوما خلينا نكتبها هون إبروسي وتريبانوزوما إكروزي أوكي تريبانوزوما بروسي هذا بيكون موجود في افريقيا تمام وهذا تريبانوزوما بروسي بسبب الافريكان سليبينج سيكنس افريكان سليبينج سيكنس بينتقل عن طريق ذبابة سي تي سي تمام بتقرص الدبان البني ادم وبتنقل من القرصه نفسها هذا التريبانوزوما بروسي وبيؤدي بالنهايه لانه يصير الواحد عنده انسفلايتس التهاب في النسيج الدماغي ويصير ينام نوم مش منتظم ونوم كثير بالاخر بيدخل في غيبوبه وبيموت اوكي الاسم الاخر لهذا الافريكان سليبينج ديزيز اللي بتسببه تريبانوزوما بروسي افريكان تريبانوزومياسيس افريكان تريبانوزومياسيس ومن اسمه اصلا هو فيري يعني فيري رير ان اذر ريجنز راذر ذان افريكا اوكي بالمناسبه ممكن عشان اعقد الامور اكثر تريبانوزوما بروسي انقسموا ايضا لتو سب تايبس في عندنا تريبانوزوما بروسي بنسميه تريبانوزوما بروسي جامبنسي في عندنا تريبانوزوما بروسي بنسميه تريبانوزوما بروسي رودنسي رودنسي اوكي تريبانوزوما بروسي جامبنسي هذا كومون ان ويست افريكا هو بسبب ديزيز اسمه ويست افريكا تريبانوزومياسيس اوكي تريبانوزومياسيس وبروسي رودنسي هذا بسبب انفكشن في الايست افريكا تمام فبنسميه ايست افريكان الديزيز اللي بيصير ايست افريكان تريبانوزومياسيس تريبانوزومياسيس اوكي الاثنين طبعا هم عباره عن سليبينج سيكنس بس كل واحد منهم بيكون كومن في منطقه في اختلافات بسيطه بيناتهم سو تو سمرايز عندنا تريبانوزوما تمام ينقسم الى نوعين تريبانوزوما بروسي وتريبانوزوما كروزي لسه ما حكينا عن الكروزي عم نحكي عن البروسي البروسي بسبب شيء اسمه افريكان سليبينج سيكنس افريكان سليبينج سيكنس بينتقل عن طريق ذبابه سي تي سي اوكي والاسم الاخر له اسمه افريكان تريبانوزومياسيس اوكي في نوعين من البروسي والاثنين بسببوا ديزيزين اسمائهم مختلفه ولو انه كثير الاعراض متشابهه النوع الاول تريبانوزوما بروسي جامبنسي هذا بسبب انفكشن بنسميه ويست افريكا تريبانوزومياسيس والثاني اسمه تريبانوزوما بروسي رودنسي بسبب انفكشن اسمه ايست افريكان تريبانوزومياسيس اوكي بيجي للكروزي كروزي ابسط من هذا بسبب ديزيز اسمه تشاغاس ديزيز تمام او الاسم تبعه اللي هو انه مشهور بامريكا بنسميه امريكان تريبانوزومياسيس سو تشاغاس ديزيز از اولسو كوزد امريكان تريبانوزومياسيس اند كوزد باي تريبانوزوما كروز اوكي هاي مراحل دوره التريبانوزوما والليشمانيا اللي راح نحكي عنها بعد شويه مش مطلوب حفظهم بس بدي تلاحظوا انه من بين هذول المراحل الاربعه في مرحله اسمها اماستيجود وما عندها فلاجيلا هاي بس المعلومة اللي تحفظوها عشان قدام رح تلزمنا رح نعيدها يعني بس انه تكون التصور عندكم عن شكل الاماستيجود هاي الاماستيجود بتكون انترا سيليولار
انتراسيلولار. اوكي سو في عندهم عده مراحل تكاثر، واحده منهم الاماستيغود اللي ما بكون لسه تكون فيها الفلاجيلا. اوكي وبتكون هاي الاماستيغود انتراسيلولار. اوكي let's start speaking briefly about African trypanosomiasis. هذا بسببه extracellular parasite. تريبانوزوما إبروسي بيكون extracellular. تلاحظوا هاي خلايا دم حمراء هنا، تمام؟ هذول خلايا دم حمراء وبيناتهم هذول عبارة عن تريبانوزوما إبروسي برا الخلايا، مش جوا الخلايا، مش عاملين infection جوا الخلايا، إنما هم extracellular. فبتخيل انه ما انهم اكسترا سيلولار ما راح يكونوا في مرحله الاماستيغود اثناء عمليه الانفكشن في الدم، تمام؟ اثناء كشف عنهم في الدم ما راح يكونوا في مرحله الاماستيغود. اوكي واصلا لاحظوا عندهم الفلاجيلا واضح. سو المهم باختصار بريفلي الافريكان تريبانوزومياسيس از كوزد باي تريبانوزوما بروسي وين اتس اكسترا سيلولار. اوكي في ميزه عند التريبانوزوما بروسي بنسميها الفاريانت سيرفيس جلايكوبروتينز، variant surface glycoproteins او VSG. VSG فكرتها ببساطه انه في عندها مجموعه من الانتيجنز على سطحها تريبانوزوما بروسي وبشكل طبيعي كجزء من حياتها بتصير تبدل بيناتهم. فلاحظوا هون مثلا كلهم كانوا انتيجن لونه احمر، واحد منهم بلش اللون الازرق كلهم بلشوا يتحول لهذا اللون الازرق، بعدين واحد منهم بلش اللون الاخضر وكلهم صار يتحول اللون الاخضر، واحد منهم بلش لون بنفسجي. طبعا اللون للتعبير بس انه اختلف الانتيجن مش انه هو لون الانتيجن هيك، تمام؟ الفكره في الموضوع انه الانتيجنز بتضل تتبدل في استمرار، فالجهاز المناعي ما بيلحق يكون انتي بوديز ضد انتيجن معين الا وبيطلع انتيجن جديد، ببلش يتعرف على هاي التريبانوزوما كانها باراسايت جديد كليا، تمام؟ فهذا الشيء انه تغير الانتيجنز اللي على سطح الباراسايت، تمام؟ بيخلي بالاخر انه التريبانوزوما هاي تتهرب من الاستجابه المناعيه، خليها تتهرب من الاستجابه المناعيه. So trypanosoma brucei بتعمل شيء اسمه VSG each time the antigenic coat changes the host does not recognize the organism. بده يعمل new immunological response، تمام؟ فهاي الطريقة بقدر تتهرب فيها الجهاز المناعي which uses as it uses it as a way to survive. Okay. طيب اتفقنا أيضا إنه الأفريكان حكينا هاي trypanosomiasis بيعمل sleeping sickness. هذا sleeping sickness حكينا two types. اول واحد اللي هو الويست افريكا تريبانوزومياسيس بسببه تريبانوزوما بروسي جامبنسي. في عندنا الايست افريكا تريبانوزومياسيس اللي هو بسببه تريبانوزوما بروسي جوندنسي. اوكي بوث اير كوزد باي تريبانوزوما بروسي اند ذا فيكتور فور ذا باراسايت از تستس فلاي سي سي فلاي. اوكي سي سي فلاي الاسم الاخر يرسل لها اللي هو جلوسينا. اوكي ما كثير بيعنيني الاسم الاخر ولو انه موجود يعني تحفظوه، بس سي سي فلاي هاي من اهم الشغلات اللي تعرفوها. ايش بيسبب؟ بيسبب انسفاليتس. خلنا نكتبها هنا كوز انسفاليتس، وبالاخر من اسمه بصير عندي الواحد بينام، تمام؟ بصير يجي نوبات نوم مش طبيعيه وبالاخر بدخل في غيبوبه وبموت، تمام؟ اكثر من هيك بس تعرفوا انه انسفاليتس ومن اسمه تعرفوا انه بيسبب سليبنج ما بدي تعرفوا. اوكي يا جماعه هذا بالنسبه للتريبانوزوما بروسي. نيجي لتريبانوزوما كروزي. تريبانوزوما كروزي وضعها مختلف شويه عن تريبانوزوما بروسي. اول شيء ما بتعمل انسفلايتس زي هناك عاده، تمام؟ ثاني شيء اللي بنقلها نوع من البعوض بنسميها ريدوفيد بج. ريدوفيد بج، تمام؟ الريدوفيد بج هاي زي كانها لانها بتيجي بتحب منطقه الوجه فزي كانها بتبوس على الوجه، عشان هيك الاسم الاخر لها بنسميها الكيسنج بج. بنسميها الكيسنج بج. اوكي هاي الكيسنج بج، هذا الاختلاف الاول انه هناك سي سي وهنا ريدوفيد بج. اوكي ريدوفيد بج هاي الاختلاف الثاني غير الاختلاف الاول، اختلاف اسماء البعوض. الاختلاف الثاني بطريقه القرصه، هنا بكل بساطه بتيجي البعوضه بتعمل انجكشن، تحط الابره تبعتها وبتصير بدها تمص بالدم، واثناء مصها للدم تمام من السلايفا تبعها بتنقل من افرازاتها يعني بتنقل الباراسايت للبني ادم، تمام؟ تنقل الباراسايت للبني ادم. بينما هنا الوضع مختلف، هنا بتقرص، قرصتها ما بتسبب الانفكشن. شو اللي بيسبب الانفكشن؟ الفيسز تبعون البعوضه، البراز او تبع البعوضه هاي. يعني بعد ما تقرص الواحد بتروح بتقضي حاجتها على الجلد، اوكي؟ واذا قضت حاجتها بمكان القرصه او انه مثلا قضت حاجتها على الوجه، واحد مثلا صحي وفرك وجهه بنتقل للعين،
فممكن انه يؤدي لتنفخ في جفن العين، تنفخ في جفن العين، اوكي. وبما انه ممكن ينتقل لعين واحده دون الاخرى، فممكن يسبب شيء بنسميه يوني لاترال اي لايد سويلينج. يوني لاترال يعني على عين واحده، اي لايد يعني جفن عين، سويلينج يعني تنفخ، اوكي. اذا بتلاحظوا هنا هذا الشكل الاماستيغود اللي حكينا عنه قبل شوي، لسه ما طلع الفلاجيلا، تمام، لسه ما طلع الفلاجيلا، وبكون طلعه كثير قصير. بالمختصر، تمام، بالمختصر شكل الاماستيغود هذا هو الانفكشوس ستيج، هو الانفكشوس ستيج، اوكي. فهم بيكونوا انترسيلولر وقت ما اكشف، وقت ما يدخلوا بالخلايا، لا بقدر اكشف عنهم كاماستيغودز، بقدر اكشف عنهم كاماستيغودز، اوكي. هذا بالنسبه للدياجنوستكس، بالنسبه للمرحله دياجنوستيك ستيج، تمام، المرحله اللي بكشف عنهم من الجسم. الانفكشوس ستيج والدياجنوستيك ستيج مش كثير مهمين للتريبانوزوما، بس انه يعرفوا انه الدياجنوستيك ستيج بيكونوا اماستيغودز، بيكونوا اماستيغودز، اوكي. So let's read. American trypanosomiasis, they are caused by Trypanosoma cruzi, اللي هو اسمه الاخر Chagas disease. اوكي. هذا ايش ايش اللي بيسببه الامريكان trypanosomiasis؟ Trypanosoma cruzi. الكروزي بتكون intracellular، تمام، intracellular. بنسميه المرحلة اللي هي فيها amastigod، اوكي. اي واحدة من مراحل Trypanosoma cruzi. وفي عنا بالمناسبة ما حكيناها عشان اعقد الامور برضه، في عنا نوعين من التريبانوزوما، امريكان تريبانوزومياسيس، تمام، بس يعني ما بتعرفوا غير عنهم غير اسماء. في عندنا نورث امريكان تريبانوزومياسيس وفي عندنا ساوث امريكان تريبانوزومياسيس، بس يعني اي دونت وانت يو تو نو ديتيلز، بس يعرفوا الاسمين هذول، اوكي. بالنسبه للانفكشن كيف بصير؟ البق بتحط الفيسز تبعها اون ذا فيس اوف ذا هوست، اوكي. ذا ديزيز ستارت باي رابينج ذا اي، الواحد بفرك عينه فبنتقل بصير للعين، بصير عندنا يوني لاترال اي لايد سويلينج. Unilateral eyelid swelling. This is an important sign, so be aware of it. Okay. طيب. ننتقل هلا للليشمانيا. الليشمانيا هي أيضا عبارة عن flagellates. إذا بتتذكروا من الصورة اللي استعرضناها هون، حكينا flagellates بالنسبة للinfection pathogens في البلاد. عندنا trypanosoma وخلصنا حديث عنها. عندنا هلا الليشمانيا. الليشمانيا بكل بساطة هي أيضا intracellular parasite زيها. زي التريبانوزوما كروزي بالغالب، تمام، زيها زي التريبانوزوما كروزي. تحب تعمل انفكشن في نوع معين من الخلايا اللي هم الماكروفاجز، اللي هم الماكروفاجز، اوكي. فهم انترسيلولار باراسايتس كوز انفكشن ان ماكروفاجز، اوكي. الفيكتور تبع نقلهم هو الفيميل ساند فلاي، اوكي، الفيميل ساند فلاي، لما بينتقلوا عن طريق ذبابه الرمل، عن طريق ذبابه الرمل، تمام. هذا سؤال سنوات اعتقد، فاحفظوه منيح. اجمالا الفيكتورز والدياجنوستيك والانفكشوس ستيجز هذول اهم شغلات تعرفوها في الباراسايت، طبعا الكلينيكال مانيفستيشنز، اوكي. المهم انه الفيكتور تبع هاي الليشمانيا، تمام، اللي هو الساند فلاي ذباب الرمل، اولسو كان بي ترانسميتد باي اذر ويز زي البلد ترانسفيوجن، زي النيزل سكريشن، زي الاورجان ترانسبلانتيشن، زي مثلا من الام للجنين، بس هذول يعني مانيفستيشنز رير، عاده بينتقلوا عن طريق الساند فلاي، هذول الليشمانيا. طيب، سو اخر مره they are intracellular parasites target macrophages و they are transmitted by female sandfly في other ways to transmit them. ايش الديزيز اللي بيسببوه؟ الديزيز اللي بيسببوه بنسميه ليشمانياسيز، ليشمانياسيز، اوكي. الليشمانياسيز هذا هذا 3 تايبس. في عندنا النوع الاول cutaneous ليشمانياسيز، النوع الثاني بنسميه mucocutaneous ليشمانياسيز، اوكي، والنوع الثالث بنسميه visceral leishmaniasis. اذا بنيجي بنشوف هنا هذا الكوتينيوس leishmaniasis يسببه عاده الباراسايتس، بنسميهم ليشمانيا اتروبيكا او ليشمانيا ميجر، تمام. هذا الميجر هو الموست كومون وورلد وايد وموست كومون ان جوردن كمان، تمام، فهو الموست كومون وورلد وايد موست كومون ان جوردن. ففي عندنا انواع من الليشمانيا زي الليشمانيا ميجر والليشمانيا اتروبيكا، هذول الاثنين بسببوا كوتينيوس leishmaniasis، بكون على الوجه بكون كوتينيوس زي هيك، تمام. الليشمانيا ميجر حكينا هي الموست كومن. هذا على الرغم من انه المنظر يعني مش لطيف، الا انه بكون بينلس، الا انه بكون بينلس، اوكي. عاده المرضى they seek medical attention for only cosmetic يعني reasons، اوكي، بس عشان يعني موضوع النظافه او الشكل، اما هو كالم بينلس، وهو هيل spontaneously، يعني اصلا لو تركته بدون علاج راح يتعافى بنفسه، تمام، ممكن ياخذ وقت طويل.
فعندنا الكوتينيوس ليشمانياسيس، في اسم اخر للكوتينيوس ليشمانياسيس بنسميه اورينتال ليشمانياسيس. ليشمانياسيس اورينتال لانه بيكون سطحي، اورينتال ليشمانياسيس. اوكي سو الكوتينيوس ليشمانياسيس او الاورينتال ليشمانياسيس از كوزد باي ليشمانيا اتروبيكا وليشمانيا ميجر. اوكي وهذا الموست اباندنت تايب اوف ليشمانياسيس. اوكي this type of leishmaniasis هذا عادة shown on the face ما بكون مؤلم و heal spontaneously but need time و patients usually seek for medical treatment only for cosmetic reasons. okay يجي للنوع الثاني اللي هو mucocutaneous leishmaniasis، بكون في هاي المنطقة تقريبا منطقة الفم والأنف تمام، فهو بيعمل nasopharyngeal infection، بيعمل nasopharyngeal infection هذا بكون مش سطحي كتير، لا بكون داخل لجوه شوي، ممكن يعمل abnormalities في الفيس يعني تشوهات في الوجه، مرات بيشيل النيزل سيبتم اللي هو الحاجز الانفي اللي بيفصل بين فتحة الانف اليمين فتحة الانف الشمال تمام، فبيعمل فيه بحطمه تماما من شدة الانفكشن. اجمالا بكون مؤلم، وغالبا البارسايت اللي بتسببه اللي هي الليشمانيا برازيلنس، برازيلنسز. اوكي برازيلنسز سو في عندنا الميوكوكوتينيوس ليشمانياسيس بتسببه الليشمانيا برازيلنسز. اوكي بنسميه مرات النيزوفارينجيال ليشمانياسيس لانه بيعمل الايروجنز تبعته، هاي التقر وين هالتقرحات اللي انتم شايفينها بيعمل ايروجنز تمام على النوز والماث، وبرضه ممكن يكون سيفير تو كوز نيزل سيبتم ديستركشن، يتحطم الحاجز الانفي اللي بين الفتحه اليمين والفتحه الشمال، ممكن يعمل فيس ابنورماليتيز، فيس ديفورميتيز تشوهات في الوجه تمام، تشوهات في شكل الوجه. النوع الثالث من الليشمانيا اللي هو الفيسيرال ليشمانياسيس، فيسيرال الانفكشنز من الليشمانيا الفيسيرال ليشمانياسيس، هذا الفيسيرال ليشمانياسيس زي انتم ملاحظين بيعمل سيفير لارجمنت ان ذا ابدومين، سيفير لارجمنت ان ذا ابدومين تمام، بيسببه عاده ليشمانيا دونوفاني، ليشمانيا دونوفاني. اوكي بيصير في عند الواحد تراكم للفلويدز اللي هون بنسميهم اسايتس، بنسمي هاي الحاله اسايتس. اوكي هو تراكم للفلويدز، وبصير في عنا تضخم للهيبا للكبد وللسبلين نسميه هيباتوسبلينوميغالي، نسميه هيباتوسبلينوميغالي. اوكي عاده اللي بيصيروا هذول في الفيسيرال في المنطقه البطنيه بسبب الانفكشن تبعون الماكروفاج، تبعون الماكروفاج اللي موجودين في المنطقه البطنيه نسميهم ماكروفاج اوف اندوثيليال سيستم، ماكروفاج اوف اندوثيليال سيستم. اوكي so visceral leishmaniasis caused by leishmania donovani it causes hepatosplenomegaly ascites. okay accumulation اللي هو عباره عن accumulation of fluids in the abdomen which infects the macrophages in the endothelial system so that يعني هذا كل شيء بدي اياكم تعرفوه عن الليشمانيا. ضل الحديث عن البلازموديوم، وبعدين على السريع عن التيشو عن التيشو التيشو infections من الباراسايتس. اوكي ايش البلازموديوم؟ حكينا البلازموديوم هذا اشهر باراسايت، هو اللي بيسبب مرض الملاريا الشهير جدا 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 في افريقيا تمام، في مناطق صارت اندمك في بالملاريا، صار شيء طبيعي انه الطفل ينولد ويعني في مرحله ما يصير عنده ملاريا، مش شيء طبيعي انك تلاقي انسان ما عنده ملاريا في هذيك المناطق تمام، فهذا بدولك انه باراسايت كثير منتشر البلازموديوم. اوكي كيف بنتقل هذا الملاريا؟ بنتقل عن طريق بعوضه اسمها انوفيلين موسكيتو، بس لاحظوا انه فقط الفيميلز من هذول البعوضه هم اللي بنتقطوا، فقط الفيميلز، فيميل انوفيلين موسكيتو فيميل، عكس كثير باراسايتس ثانيه بتنتقل ما بفرق من الميلز والفيميلز. اوكي هذول بنتقلوا فقط من الفيميلز. اوكي البلازموديوم في منه خمس انواع، في خمس انواع من هذا الباراسايت مطلوب نحفظهم كاملين. عندنا اول شيء بلازموديوم فالسيبارم، فالسيبارم هذا اخطرهم. عندنا بلازموديوم ملاريا، بلازموديوم ملاريا هذا اللي بيعمل الكلاسيكال ملاريا. في عندنا بلازموديوم فيفاكس، بلازموديوم فيفاكس. في عندنا بلازموديوم اوفالي، بلازموديوم اوفالي. في عندنا بلازموديوم نوليسي، بلازموديوم نوليسي. اوكي هذول الخمسه كلهم بيسببوا ملاريا، اكثر واحد هذا اللي بيسبب كلاسيكال ملاريا اللي هي الملاريا المعتاده اللي بنشوفها بالعاده. اوكي مهم انه تحفظوهم، نعيدهم على السريع. عندنا بلازموديوم فالسيبارم، بلازموديوم ملاريا، عندنا بلازموديوم فيفاكس، بلازموديوم اوفالي، بلازموديوم نوليسي. اوكي بلازموديوم فالسيبارم هذا هو اخطرهم، اخطرهم سبب ديزيز اسمه مالجنانت،
تيرشيان ملاريا، مالجنانت لانه شديد تمام سيفير. اكيد اخذتوا مصطلح مالجنانت بالباثولوجي، معناها سرطان نحكي سرطان خبيث تمام مالجنانت. المهم مالجنانت هنا معناها شديد، معناها انه سيفير اوكي. هو ريزلت هي از كولد مالجنانت لانه ريزلت ان هاي تمبريتشر، ريزلت ان هاي تمبريتشر. تيرشيان ليه تيرشيان ثلاثي؟ تيرشيان يعني من ثلاثي لانه فعليا كل 48 ساعه بتيجي الحراره تمام. فنوبه الحراره بتيجي، الحراره بتيجي على شكل نوبات في خلال ثلاث ايام، اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث تمام. الاول سليم، الثاني سليم، الثالث بتنصاب بحراره، الرابع سليم، الخامس سليم، السادس بتنصاب بحراره، السابع سليم، الثامن سليم، التاسع بتنصاب بحراره، وهكذا. هيك هيك الملاريا بيجي من الفالسيفارم، بيجي كل ثلاث ايام وبتكون الحراره كثير شديده اللي بتيجي، بتيجي هاي تمبريتشر ممكن توصل ل 42 مرات تمام. سو تيرشيان بيكوز ات كوزز ديزيز افري 48 اورز، يوم يومين الثالث حراره، فهو ثلاثي لانه في اليوم الثالث بصير حراره، في اليوم السادس بصير حراره، وهكذا. في 48 ساعه بين كل حراره وحراره اوكي. وطبعا ممكن يصير عندنا سيريبرال ملاريا، سيريبرال ملاريا، سيريبرال يعني مشاكل في الدماغ. اكيد بتعرفوا لما ترتفع درجه الحراره كثير ممكن تاثر على الجهاز العصبي، فممكن يصير عندنا سيريبرال ملاريا as a complication. So بلازموديوم فالسيبارم causes malignant tertian malaria. causes malignant لانه بكون سيفير هاي تمبريتشر، تيرشيان لانه كل ثلاث ايام الواحد بتيجي حراره بعدين بتعافى، بعدين بتيجي حراره بعدين بتعافى، وهكذا. اوكي؟ It causes disease every 48 hours. Okay. We can cause cerebral malaria as a complication. Disease every 48 hours معناها انه في اليوم الثالث، فهو في 48 ساعة فترة راحة، بعد 48 ساعة فترة راحة زي هيك. حلو؟ ولا هو كل ثلاث أيام بسبب disease يعني. عندنا plasmodium malaria causes the classical malaria. Classical malaria بصير في عندنا حرارة ما بتكون سيفير زي هنا، وبتكون quaternary. كواترنري يعني رباعي. ايش يعني رباعي؟ يعني باليوم الرابع بيصير ديزيز، باليوم الرابع بيصير حراره، اليوم الاول سليم، اليوم الثاني سليم، اليوم الثالث سليم، اليوم الرابع حراره تمام، بعدين اليوم الخامس سليم، اليوم السادس سليم، اليوم السابع سليم، اليوم الثامن حراره اوكي، وهكذا. فهو في اليوم الرابع بتبلش الحراره، في اليوم الرابع بتبلش الحراره. ممكن على فكره الحراره تستمر اكثر في بعض الاحيان، في بعض هذول الملاريا اللي راح نحكي عن دوراتهم، بس الفكرة انه في اليوم الرابع اذا اخذنا اربع ايام، في اليوم الرابع بتبلش الحرارة، هنا في اليوم الثالث بتبلش الحرارة تمام. عشان هيك هون سميناه كواترنري، هون سميناه تيرشيم وكلاسيكال، لانه هذا الوضع الطبيعي للملاريا اوكي. سو في عندنا بلازموديوم فالسيبارم كل ثلاث ايام، في عندنا بلازموديوم ملاريا اللي هو باليوم الثالث هنا، وهنا باليوم الرابع، مش كل ثلاث ايام نقدر نحكي هنا، هنا يعني ما نحكي كل ثلاث ايام، نحكي كل يومين او كل 48 ساعه، لانه هو بتصير الحراره في اليوم الثالث تمام. هنا كل 72 ساعه وكل ثلاث ايام، لانه في اليوم الرابع بتصير الحراره اوكي. سو هنا بصير بقدر احكي انه بيجيك السؤال بقول لك which of the following plasmodium causes malaria or causes fever every 72 hours. فبتحكي له plasmodium malaria، بيجي بيسالك which of the following causes fever if each 48 hours تمام، وبكون الفيفر مالجنانت سيفير، تحكي له بلازموديوم فالسيفارم. طيب بيجي بيسالك مين اللي بيسبب بلازموديوم او حراره افري 48 hours تمام، وهذا الحراره ما بتكون مالجنانت سيفير. فانت بتقول له عندي نوعين، بلازموديوم فيفاكس وبلازموديوم اوفالي، هذول النوعين زيهم زي الفالسيفارم من ناحيه الوقت، كوزز تيرشيان ملاريا، بس هذا الملاريا بيكون بناين، بكونش في مالجنانت زي هون، بكونش سيفير، الحراره بتكون الشديده اوكي، بتكون الشديده. سو الفالسيبارم كل 48 ساعه مالجنانت، ملاريا كلاسيكال ملاريا كل 72 ساعه، فيفاكس اوفالي كل 48 ساعه وبكون بناين، بكون بناين. وهدول الفيفاكس والاوفالي هم الموست كومون تايبس، they are the most common types of malaria اوكي. اخر واحد في عندنا بلازموديوم كوالسي، ما كثير مهم تعرفوا عنه، بس اعرفوا عنه انه اجى من المونكيز، هو بالاصل هناك موجود، وقبل يعني 10 سنين اصلا بلش ينتشر، ولا هو نادر وموجود في بعض مناطق اسيا، هو اقلهم انتشارا. طيب اذا بدي الخص، ممكن تنسال، ممكن تنسال ترو اور فولز، مثلا البلازموديوم بيجي بحكي لك مثلا من الميل انوفيلين موسكيتو، بتحكي له غلط. ليه؟ لانه بيجي من الفيميل، بيجي من الفيميل، فهي كثير ركز عليها الدكتور انه الفيميل مش الميل. شغله ثانيه بدك تعرف اسماء البلازموديومز، عندنا بلازموديوم فالسيبارم، ملاريا، فيفاكس، اوفالي، ونويل سي اوكي. الشغله الثالثه اللي بدك تعرفها
الفالسيبارم بسبب كل 48 ساعه نوبات حراره وبتكون مالجننت، فنسميها مالجننت تيرشن مالاريا. البلازموديوم مالاريا بسبب كلاسيكال مالاريا، كلاسيكال مالاريا، وهذا بكون كواتيرناري، كواتيرناري كل 72 اورز، افري 72 اورز. اوكي، في عندنا بلازموديوم فيفاكس وبلازموديوم اوفالي، هذول زيهم زي الفالسيبارم كل 48 ساعه، بس هذول ايش بيسببوا؟ بيسببوا بيناين، بيناين تيرشن مالاريا، فبتكونش سيفير. وهذول الموست كومون تايبس، الموست كومون تايبس. في عندنا البلازموديوم نويلسي اللي هم كيم فروم مونكيز، هون انا كنت سهلت حفظ اسمائهم. نيجي على يعني بجوز ازخم كونسبت في المحاضره كله، اللايف سايكل تبع الملاريا، راح اكرره عده مرات، والاخر راح استعرض مخطط بلخص كل شيء عنه. راح احكي اسماء، تمام، اسماء لمراحل الملاريا وتكاثرها، تمام، اسماء لمراحل الملاريا وتكاثرها. بس ثواني نحط اللابتوب بالشحن. طيب ان شاء الله انه بشحن، تاكد بس. تمام، بس عشان ما يفسدش مره رابعه. طيب هلا الملاريا، بدنا نحكي عن اللايف سايكل تبعها. الملاريا بتمر بمراحل كثير، بتمر بمراحل كثير. ما بدي تحفظوا شكل الباراسايت تبع الملاريا اللي هو البلازموديوم في كل مرحله، بقدر ما بدي تحفظوا الاسماء، بقدر ما بدي تحفظوا الاسماء. اعرفوا اول شيء، الملاريا بيجي من الموسكيتو، ما بينتقل من الموسكيتو عن طريق قرصه منها، بدخل هذا البلازموديوم، تمام، وبكون شكله في مرحله دخوله شكل بنسميه سبوروزويت، بنسميه سبوروزويت، اوكي؟ راح يدخل على الجسم، جوا الجسم كل الريبليكيشن تبع الملاريا بيكون اي سيكشوال ريبليكيشن، اي سيكشوال ريبليكيشن، اوكي؟ او بنسميه الاسم الاخر بس اي سيكشوال ريبليكيشن، بنسميه سكيزوغوني، سكيزوغوني، اوكي؟ سو ملاريا بتدخل على شكل بنسميه سبوروزويت، على شكل بنسميه سبوروزويت من البعوضه. تمام، هذا السبوروزويت كل الدوره اللي راح نحكي عنها هلا هتكون اي سيكشوال ريبرودكشن، اوكي، اي سيكشوال ريبرودكشن، بنسميها الاسم الاخر لها سكيزوغوني، سكيزوغوني، اوكي. بعد ما تدخلت الملاريا عن طريق القرصه بتوصل لوين؟ بتروح للليفر. هناك في الليفر حتبلش تعمل ريبليكيشن وتقتل الخلايا الليفر بانواعها الخمسه، طبعا احنا عم نحكي عن الخمس انواع هلا، بانواعها الخمسه راح تبلش تعمل ريبليكيشن، تعمل دمج في الليفر. شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه السبوروزويتس، تمام، راح يتحولوا لشغله بنسميها سكيزونتس. يا رب يطلع الخط يعني مقروء، تمام. فالسبوروزويتس اللي دخلوا من البعوض هذولا راح يدخلوا ليوصلوا للليفر، بلشوا يعملوا ريبليكيشن هناك، بلشوا يتحولوا لشغله بنسميها سكيزونتس، تمام، شغله بنسميها سكيزونتس. السكيزونتس هذولا راح يفقعوا ويطلعوا شغله بنسميها ميروزويتس، راح يطلعوا شغله بنسميها ميروزويتس، تمام، هذا كله اسكشوالي طبعا. فاذا بيدخل سبوروزويتس من البعوض وتوصل للليفر، تبلش تتحول لسكيزونتس، والسكيزونتس بعطوا ميروزويتس، اوكي، بعطوا ميروزويتس، وطبعا الهوست سيلز وستارت تو داي. عموما هاي المرحله بنسميها اكسترا اريثروسيتيك سايكل، اكسترا اريثروسيتيك سايكل او اكزو اريثروسيتيك سايكل، الاثنين صح، اكسترا او اكزو يعني انه خارج الاريثروسايتس اللي هم خلايا الدم الحمراء، تمام، هم اكسترا او اكزو اريثروسيتيك سايكل، تمام، خارج خلايا الدم الحمراء، لانه احنا هون في الكبد، احنا هون في الليفر، اوكي. مره كمان سبوروزويتس، سكيزونتس، بعدين تحول لميروزويتس، اوكي. طيب في بعضهم اللي هم بيكونوا من نوع في بلازموديوم فيفاكس او بلازموديوم اوفالي اللي حكينا بسببه البناين تيرشن ملاريا، جزء من البلازموديوم اللي داخل ما راح يتحول من سبوروزويت لميروزويت زي ما احنا شايفين، راح يتحول لشغله بنسميها هيبنوزويتس. الهيبنوزويتس هذول عباره عن ملاريا بيدخلوا في مرحله كومون دورمنت، اوكي، مرحله كومون ليتنسي او دورمنسي، اوكي. فهذول بيضلوا متخبيين في الليفر فور مانثس سم تايمز فور ييرز، ما بيسببوا اي انفكشن، بس خطيرين لانه ممكن يطلعوا باي لحظه. ليش مهم نعرف هدول الهيبنوزويتس؟ انه السبوروزويتس الاصل يتحول لسكيزويتس وميروزويتس، تمام؟ ممكن انه بعض السبوروزويتس تحول لهيبنوزويتس، ليش مهم نعرف عنهم؟ لانه هدول في بعض الناس اللي بنعالج فيهم الملاريا بنهتم انه ما يكون النوع فيفاكس اوفالي، لانه الفيفاكس الاوفالي بنتوقع انه يكون عندهم برضه هيبنوزويتس حتى لما نعالج الملاريا، يكونوا هدول نايمين في الليفر، فبعد ما نعالج البني ادم المصاب بملاريا يطلعوا الهيبنوزويتس ويعملوا ري اكتيفيشن ويعملوا انفكشن، تمام؟ فبنهتم نعرف نوع الملاريا وانه ما عندنا هيبنوزويتس، لو عندنا هيبنوزويتس حتى لو اعطينا تريتمنت البني ادم اللي انصاب بالملاريا بهذا الباثوي اللي راح نكمله بعد شوي، اتوقع انه ممكن يكون عنده هيبنوزويتس ويصاب بانفكشن مره ثانيه، اوكي؟
وتذكروا انه الهيبنوزويس اللي بيكونهم الفيفاكس والاوفالي، الفيفاكس والاوفالي بقيه الانواع ما بيكونوا هيبنوزويس. بالمناسبه هذول يعني هون المانيفستيشن فالسيبارم وملاريا ونويلزي، وبرضه يضاف لهم فيفاكس ويضاف لهم مين كمان، ويضاف لهم اوفالي. اوكي، فهاي المرحله زي ما اتفقنا هي مختصره مختصه فيهم كلهم، تمام. احنا مش كاتبينهم هون انه هذول بصيروا بالمرحلتين، تمام. المهم انه فيفاكس والاوفالي ممكن يتحولوا لميروزويتس، السبوروزويتس يتحولوا ميروزويتس، ممكن السبوروزويتس جزء منهم يتحول لهيبنوزويتس. اوكي، طيب وصلنا للميروزويتس. هذول الميروزويتس هلا راح يطلعوا من الليفر وينتقلوا الى الدم، تمام. سو ميروزويتس ويل موف فروم ذا ليفر تو ذا بلاد. طيب فروم ذا ليفر تو ذا بلاد they will start infecting red blood cells at different ages، تمام، باعمار مختلفه. كل بلازموديوم نوع معين بحب عمر معين، ومش مطلوب منكم تاخذوهم سنه ثالثه. المهم تعرفوا انه البلازموديوم بيطلع من الليفر كميروزويت، بيطلع من الليفر كميروزويت. اوكي، عفوا، بيطلع من الليفر كميروزويت، وهناك ببلش يعمل انفكشن، هناك على البلد سيلز ببلش يعمل انفكشن. طيب بدخل على الريد بلد سيلز، الميروزويت بس يدخل على البلد سيلز راح يتحول لشغله بنسميها تروفوزويت، تمام، تروفوزويت. سو بلشنا سبوروزويتس من البعوض، بعدين سكيزونتس، بعدين ميروزويتس، بعدين صاروا تروفوزويتس. التروفوزويتس راح يبلشوا كايرلي تروفوزويتس، بعدين يتحولوا لليت تروفوزويتس، تمام. ما بيهمني تعرفوا ايرلي وليت، بس اعرفوا انه بعد الميروزويتس تعرفوا انه في عندي تروفوزويتس. تروفوزويتس اوكي، ناو افتر تروفوزويتس بلشنا بايش؟ بلشنا بسبوروزويتس، بعدين سكيزونتس، بعدين ميروزويتس، بعدين تروفوزويتس، بعدين راح يتحولوا لسكيزونتس. بس هذول السكيزونتس هون في خلايا الدم الحمراء مش في الكبد. اول مره حكينا عن السكيزونتس صاروا في الكبد، تمام. السكيزونتس ميروزويتس، الميروزويتس انتقلوا للدم هون صاروا تروفوزويتس، بعدين التروفوزويتس تحولوا لايش؟ السكيزونتس في خلايا الدم الحمراء، في خلايا الدم الحمراء. اوكي، السكيزونتس هذول راح يطلعوا ميروزويتس، راح يطلعوا ميروزويتس. فاذا في خطوتين احنا عدناهم اللي هم السكيزونتس والميروزويتس، بلشناهم من بعد السبوروزويتس في الليفر، بعدين في خلايا الدم الحمراء الميروزويتس اللي جايين من الليفر تحول لتروفوزويتس، بعدين تحول لسكيزونتس وميروزويتس. اوكي، تحولوا بعد هيك لسكيزونتس وبعدين لميروزويتس. اوكي، التروفوزويد هذول تحول لسكيزونتس وبعدين ميروزويتس. على الميروزويتس هذول راح تفقع السكيزونت وتطلع الميروزويتس اللي فيها، وراح يروحوا يعملوا انفكشن في اذر ريد بلاد سيلز. سو ببلشوا الميروزويتس، تمام، بيعملوا انفيجن من الكبد، بيدخلوا بتحولوا لتروفوزويد، بعدين تروفوزويد تحول لسكيزونت، بعدين طلعوا هذول السكيزونت بيعملوا رابتشر وطلعوا ميروزويتس، والميروزويتس بيروحوا بيعملوا انفكشن في اذر ريد بلاد سيلز، وبتكمل هاي الدوره. بنسميها اريثروسيتيك فيز، اريثروسيتيك بيكوز ات اوكرز ان ريد بلاد سيلز، بتصير في الريد بلاد سيلز. اوكي، بنسميها اريثروسيتيك فيز. سو تو سمرايز وات وي هاف سيد انتل ناو، بدخل عندنا سبوروزويتس، بدخل عندنا سبوروزويتس من مين؟ من البعوض، تمام، بدخلوا من البعوض. سبوروزويتس راح يتحولوا لسكيزونتس، راح يتحولوا لسكيزونتس. اوكي، السكيزونتس راح يتحولوا لايش؟ راح يتحولوا لميروزويتس، تمام. هذا الحكي وين كله؟ هذا الحكي الميروزويتس هذول اللي تحولوا يجوا من السبوروزويتس كله في الليفر، واتفقنا انه السبوروزويتس ممكن على الهامش يعطوا هيبنوزويتس، واتفقنا انه هذا بيصير في الاوفالي وبيصير في الفيفاكس فقط، في الاوفالي وفي الفيفاكس فقط. المهم الميروزويتس راح يروح يعمل انفكشن في الريد بلاد سيلز، الميروزويتس في الريد بلاد سيلز راح يتحول لتروفوزويتس، التروفوزويتس راح يتحول لسكيزونتس، السكيزونتس راح تفقع وتطلع من جواتها ميروزويتس جداد يعملوا انفكشن في الريد بلاد سيلز. اوكي؟ طيب هذا كله في الانسان وكله اسيكشوال، كله اسيكشوال، تمام؟ احنا ما جبنا سيره البعوض غير بالاول لما ارصت البني ادم، لما نقلت له سبوروزويت، اوكي؟ هلا طيب كيف بيطلع هلا الانسان هذا انصاب؟ كيف بده ينتقل من انسان لانسان اخر؟ اللي حيصير انه بعض التروفوزويتس بدل ما يكملوا يتكملوا السكيزونتس ويكملوا الميروزويتس وتكمل هاي الدوره، سم اوف شو اسمه؟ عفوا الميروزويتس قبل ما يصيروا تروفوزويتس، سم اوف ميروزويتس قبل ما يصيروا تروفوزويتس بهي المرحله يعني، they will undergo something that we call it جيميتوغوني، جيميتوغوني، اوكي؟ الجيميتوغوني يعني انه هذا الميروزويت راح ينقسم
ويعطيني جاميتو سايتس او يعطيني جاميتو سايتس يعطيني جاميتات يعطيني جاميتات جاميتات ذكريه وجاميتات انثويه اوكي واعطاني جاميتات ذكريه بتكون مايكرو صغيره تمام مايكرو جاميت واعطاني جاميتات انثويه بتكون ماكرو كبيره اوكي سو احنا اخذنا الجسم وخلصنا منه حكينا انه في بعض الاحيان في الجسم الميروزويتس بتنقسم بعمليه نسميها الجاميتوكوني اوكي بتعطي جاميتوسايتس ذكر وانثى مايكرو ذكر وانثى ماكرو اوكي طيب المايكرو والماكرو هذول بتيجي البعوضه بتقرص الانسان تمام البعوضه بتقرص الانسان وبتاخذ هذول الجاميتوسايتس ذيس جاميتوسايتس راح يدخلوا على الموسكيتو ويتحولوا لشغله بنسميها اوكينيت اوكينيت اوكي بنسميها اوكينيت تمام هاي الاوكينيت عباره عن عمليه تزاوج بين الذكر والانثى المايكرو والماكرو بالبعوض بتصير هي سيكشوال بتصير في البعوض اوكي سيكشوال ريبرودكشن بتصير في البعوض الاوكينيت راح تتحول بعد هيك لاوسيست اوكي راح تتحول لاوسيست والاوسيست بعد هيك راح تتحول لسبوروغوني لسبوروغوني وين حكى لا عفوا راح تتحول لسبوروزويت اللي هي العمليه بنسميها سبوروغوني تمام راح تتحول لسبوروزويت وين سمعنا اسم السبوروزويت صحيح سمعناه بدايه الحكي عن الدوره اوكي اوكينيت الجاميتات هلا اوكينيت اوسيست بعدين سبوروزويت اللي هم سبوروزويت حكينا عنهم في بدايه القرصه اتفقنا انه السبوروزويت هم اللي بيجوا من البعوطه وبدخلوا بقرصوا الانسان سو نلخص كل اللي حكينا بتيجي البعوضه بتحقن سبوروزويت في جسم الانسان جوا جسم الانسان راح يدخلوا السبوروزويتس راح ايش يصير فيهم راح يدخلوا على الليفر راح يدخلوا على الليفر من الليفر راح يبلشوا يتحولوا لسكيزونتس تمام بيدخلوا ان فرانشيمال سيلز ان ذا ليفر ويتحولوا لسكيزونتس وبعدين من السكيزونتس تحولوا لميروزايتس تحولوا لميروزايتس الميروزايتس هذول الانتر ريد بلاد سيلز هذول الانتر ريد بلاد سيلز اند سم اوف سبوروزويتس ذات انتر ذا ليفر ذي ويل ستي اند فورم هيبنوزويتس حكينا هذا في الفيفاكس في الاوفالي سيبونا منهم تمام سيبونا منهم هلا تعالوا سبوروزويتس دخلوا على الليفر سووا سكيزونتس بعدين ميروزويتس ميروزويتس بي ريد بلاد سيلز ذي ويل فورم تروفوزويتس ذي ويل فورم تروفوزويتس تروفوزويتس ويل فورم سكيزونتس ويل فورم سكيزونتس سكيزونتس ويل ريليز ويل ريليز ميروزويتس ويل ريليز ميروزويتس اوكي ناو سام تايمز ميروزويتس بيفور ذي كونفيرت تو تروفوزويتس بتحولوا لجاميتات بيعملوا ديفيجن بيعملوا شيء اسمه عمليه بنسميها جاميتوجوني تمام بتحولوا لمايكرو جاميتوسايت وماكرو جاميتوسايت الماكرو اللي هي الانثى والمايكرو اللي هي الذكر هذول بس تيجي مثلا بعوضه تغرس انسان مصاب بتسحب الدم بتسحبهم هذول تمام هذول بيعملوا فيوجن بيعملوا فيرتلايزيشن فيوجن في الانثى بيعملوا زايجوت بيعملوا زايجوت جوا الانثى الزايجوت بشكل طبيعي راح يتحول لشيء بنسميه اوكينيت تمام اوكينيت هو اسم اخر للزايجوت بس بيكون موتايل كثير احيانا بتجاوزوا كلمه زايجوت بيحكوا اوكينيت على طول وعموما يعني هي مرحله واحده عباره عن زايجوت بس انه بيصير يتحرك سو في البعوضه طبعا البعوضه كله سيكشوال زي ما احنا متاكدين اوكي وفي الانسان اي سيكشوال اوكي طيب في البعوضه السيكشوال مايكرو جاميت وماكرو جاميت راح يعملوا فيوجن يعملوا زايجوت بعدين اوكينيت بعدين راح يعملوا اوسيست بعدين اوسيست راح تعمل سبوروزويت سبوروزويت تحقنها في انسان اخر مش مصاب وهكذا بتكمل دوره الملاريا وهكذا بتكمل دوره الملاريا اسم التكاثر هنا اسيكشوال او سكيزوغوني هنا اسمه سيكشوال او سبوروغوني تمام سبوروغوني او سيكشوال تمام يا جماعه خلصنا تقريبا كل شيء عن الملاريا بس ضايل كيف نعملهم دايجنوستس ممكن نستعمل ثيك او ثين بلاد فيلم يعني مسحه خميره من الدم يبين عندنا بس شكل البلازموديوم فيها ما نقدر نعرف اي نوع من انواع البلازموديوم هو والثن لا بنقدر ساعتها نميز هل هو بلازموديوم مثلا فالسيفارم ولا ملاريا ولا اوفالي ولا فيفاكس ولا نويلسي اوكي سو وي كان يوز ثيك بلاد فيلم تمام وي كان يوز ثين بلاد فيلم بيت الاشياء ما قراهم الدكتور ما حطيتهم هون ريجاردنج تريتمنت كوينيلون از ذا دراج اوف تشويس اوكي كوينيلون في عندنا دراج اسمه كلوروكوين نستعمل عادة التريتمنت هذا بشكل اساسي، اذا كان الانفكشن عندنا فالسيبارم كان الفالسيبارم سيفير
في عندنا ريكومبينيشن اوف دراجز نسميهم ارتيمنسينين. اوكي الارتيمنسينين كومبينيشن من 5 ادويه تمام بنعطوا لعلاج الملاريا اللي بيكون المسبب فيها بلازموديوم فالسيبارام فهمه ارستين ارتيمنسينين بيست كومبينيشن هيك اسم مجموعه الادويه تمام هذا الثيرابي بنعطى فور فالسيبارام واعتقد اللي عمله اخذ نوبل برايز هذا الدواء مجموعه الادويه اوكي وهلا اخر شغله تذكروا ليش انا بيهمني تعرفوا هلا الهيبنوزويدز مش عشانها هي بذاتها راح تعمل يعني مهمه في السايكل بقدر ما هي مهمه في التريتمنت تمام الهيبنوزويدز زي ما اتفقنا بعضهم من الفيفاكس والاوفالي وكان ما يعمل هاي السايكل بعض البلازموديوم اللي داخل الجسم يعمل هيبنوزويدز خطيرين قلنا ليه لانه ممكن يضلوا في الليفر دورمنت فانا ابلش اعالج هذا المسار اعطي الادويه ويروح البلازموديوم خلاص من الجسم بس يضلوا هدول الدورمنت وبعد فتره يتنشطوا ويرجع عند الملاريا مره ثانيه وما استفيد من العلاج عشان هيك الناس اللي بكون عندهم بلازموديوم فيفاكس وبلازموديوم اوفالي بعطيهم دواء اخر اسمه بريماكوين هذا عشان تكل بلازموديوم ان ذا ليفر اوكي سو بريماكوين هو دروغ اوف تشويس طبعا غير عن الادويه اللي بنعالج فيها الملاريا الطبيعيه كوينيلون كلوروكوين نحكي او ارتيمنسين بيست كومبينيشن للفاسيبارم لا احنا هنا عم نحكي في حاله كان في عندنا فيفاكس واوفالي غير التريتمنت الاصلي بنعطي بريماكوين عشان نقتل البلازموديوم ان ذا ليفر توكسوبلازما جوندي اللي هي كلمتين بدنا نحكي عنها تذكروا كلمه تورتش حكينا عنها في المحاضره الاولى وحكينا عنها في الفيرولوجي كثير اتفقنا انه تورتش بتلخص اغلب ال شو اسمهم الكونجنتال انفكشنز ومرات بيضيفوا لها زد ومش كل المصادر بتضيف هذا الزد المهم تورتش اتفقنا انه تي توكسوبلازموسيس اللي بيسببه مين اللي بيسببه التوكسوبلازما تمام اللي بيسببه التوكسوبلازما او اذرز زي السيفلس ار روبيلا سي سايتوميجالو فيروس واتش هيربيس فيروس هذول كلهم بيسببوا كونجنتال انفكشنز احنا هلا معنيين بالتوكسوبلازما تمام تحديدا توكسوبلازما جوندي هاي عباره عن كوكسيديان بروتوزوا كوكسيديان فهي خلافا لايش خلافا للبلازموديا هي كوكسيديا واتفقنا انه السبوروزوا تنقسم الى بلازموديا وكوكسيديا اوكي سو هي كوكسيديا كاتس ار ذا فيكتور هوست بنتقلوا من الكاتس للبريجننت وومن تمام البريجننت وومن مش خطر عليهم بقدر ما هو خطر على الجنين ممكن يسبب ابورشن ممكن يسبب بلايندنس فور فيتس يسبب اجهاض ممكن يسبب عمى وايضا هو ريسكي هذا التوكسوبلازما ان اميونو كومبرومايز بيشنتس سبيشالي بيشنتس وذ ايدز اوكي سبيشالي بيشنتس وذ ايدز يعني هذا كل اللي بدي تعرفوه عنه هو توكسوبلازما جوندي هو بيسبب انفكشنز بالكونجنتال يعني كونجنتال انفكشن هو كومون من كلمه تورتش عارفينه ريسكي ان بريجننت وومن از ات كان كوز ابورشن او مسكارج طبعا او بلايندنس للفيتاس تمام ريمبر تورتش وريسكي اولسو ان اميونو كومبرومايز بيبل it doesn't affect normally healthy people. Cats are the vector hosts. هو كوكسيديا بروتوزوا. Okay. طبعا كوكسيديا بروتوزوا يعني أكيد ينطبق عليها الأشياء اللي حكيناها من قبل عنهم إنهم they move by gliding الانزلاق و they are intracellular obligate intracellular إلى آخره. طيب هذول هذا جدول لكم أنتم تقدروا تقرأوه الانفكتيف والدياجنوستيك ستيج مش إنه مش داخل هو تلخيص لشغلات اللي حكيناها من قبل. متى مثلا انت مين بهستوريتيكا شو الانفكتيف ستيج شو هذا دايجنوستيك ستيج جبته من النت وهو بيلخص الاهم البلازمود الاهم الباراسايتس المهم يعني اللي بروا معنا واللي عاده بيجي عليهم اسئله سواء في امتحانكم او في الامتحانات العامه وهنا مجموعه من الاسئله المحلولين تقدروا تتدربوا عليهم تخلصوا لكن نكون خلصنا المحاضره والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.